ده بالنسبة لبرشلونة، رأيك فيما يقدمه ريال مدريد هذا الموسم، أيضا وصوله للفوز بلقب الليجا وأيضا وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا. ريال مدريد بكل تأكيد وبدون أدنى شك هو فريق استثنائي، فريق مذهل. هو يمر بأفضل فتراته في الوقت الحالي، يمر بفترة رائعة. لقد استطاع أن يمر من الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال، كما أنه فاز بدوري الأبطال باستحقاق كبير. ريال مدريد هو أحد أفضل الفرق في العالم في الوقت الحالي، وهو في هذه الفترة يمر بفترة استثنائية، وعلى الأرجح أعتقد أنه سيحقق لقباً آخر، الحديث عن دوري الأبطال، لأنه يمتلك معنويات كبيرة وثقة كبيرة بعد الفوز بلقب دوري الأبطال، وبعد أن تخطى في المراحل الإقصائية بايرن ميونخ ومن قبل مانشستر سيتي. أحاديث كثيرة بعد أن أعلن كيليان مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان، أحاديث عن انتقاله القريب إلى ريال مدريد. هل تتوقع هذا الأمر؟ هل يكون كيليان مبابي لاعبا في ريال مدريد الموسم القادم؟ ولو انضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد الموسم القادم، هل في رأيك سيكون فريق لا يقهر؟ في حقيقة الأمر لا أعلم، هناك بعض التقارير والتقارير الصحفية التي تتحدث فعلا عن هذا الأمر، ولكن لم نرى أي شيء رسمي حتى الآن. يجب أن ننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. وبالحديث عن اللاعب، بكل تأكيد وبدون أدنى شك هو اللاعب الأفضل في العالم، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، وفي ريال مدريد بكل تأكيد هو لاعب شاب سيساهم بشكل كبير في إضافة قوة كبيرة لريال مدريد. بالطبع سيتعلم المزيد من الأمور وسيتطور أكثر كلاعب، وسيكون جزءا من هذا الفريق، وأعتقد أنه سينسجم مع الفريق وسيضيف الكثير بالنظر لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة كلاعب.